ورشتي لقيت السريخ دخان، ريحه شياط، كل اللي معاه طفايه، اللي معاه جرده الميه، اللي معاه حاجه، كلنا جرينا على جوه. ظروف تقتضي، ظروف غير عاديه، ظروف استثنائيه نقدر نقول عليها، ظروف تقتضي ان احنا لو مشينا بمبدا الوقايه خير من العلاج، فاعتقد ان هو ده اصح قرار في التوقيت الحالي. بحب اقول للشعب المصري يا جماعه لازم نلتزم منازلنا. الرساله دي انا بوجهها للشباب الصغير اللي بيروح الجامعات والمدارس. احنا الحمد لله في تعليق للدراسه لمده اسبوعين وان شاء الله الامور تعدي على خير. ليك في البيت عشان صحتك وعشان ولادك، عشان خاطر كل اللي انت بتحبه. خليك قد المسؤوليه، خليك في البيت. لازم نحافظ على نفسنا ونحافظ على اولادنا ونحافظ على مصر. في البيت عشان صحتك، عشان حياتك، عشان ولادك.